الحب او الفصفص او باليمن يسمونه قشر الملوك، لا هاي تاليف كنا ما ضبطت. اوكي الحب او الفصفص بالاخواننا بالسعوديه يسمونه، هذا مصدر دهون. انا قايل من قبل توي قايل لكم ان المكسرات مصدر دهون، هذا مصدر دهون. فسالفه تطالعين نتفليكس يزيد وزنك 25 كيلو. اللي عنده امساك، اللي عنده امساك حط حيلك بالعنب، اذا ما فادك العنب روح راجع دكتور جهاز هضمي، بس اول حط حيلك بالعنب. اللي عنده حصوات كلى او معرض للاصابه بحصوات الكلى حط حيلك بالرمان، الرمان الرمان، واشرب عصير رمان بعد. واذا ما تعرف بعد تختار رمان شو تسوي؟ لا هذا ما له شغل. ها هذيلا البيريز بانواعهم المختلفه، لما تشوفهم تذكر وقايه من الامراض السرطانيه. هذيلا الحاجز رقم واحد، جنود الدفاع بينك وبين الامراض السرطانيه المختلفه، فحط حيلك فيهم. البيريز بانواع المختلفه، ها كل انواع البيريز. لكم معلومات عن هذا الخوخ وايد منكم ما يعرفونها. تدرون هذا الخوخ مفيد للعين ومفيد للبشره ومفيد للناس اللي عندها مشاكل في حساسيه الجلد، الناس اللي تتحسس وعندها حساسيه، هذا الخوخ وايد راح يفيدكم. فوق هذا طعمه ولا اروع، لذيذ لذيذ، تقول عسل، ماكل عسل. الفلفل الاخضر الحار مفيد للصحه العامه، مفيد للمناعه، مفيد للوقايه من السرطانات، مفيد للوقايه من الامراض الموسميه. فيتامين سي الفوار شيله حط هذا. الباميه مو بس مفيده حق الناس اللي فيها مرض السكري، هي تضبط سكر الدم، يعني حتى لو انت ما فيك سكري تضبط سكر دمك، فتفيد في الوقايه من مرض السكري، تفيد حق صحتك العامه، حتى لو انت مو محاتي السكري ولا مرض السكري تفيد حق صحتك العامه لما تضبط سكر دمك، وايضا تفيد الناس اللي فيها مرض السكري. لان لما حطيتها ذيك المره الناس الصاحين قالوا ها يعني ما ناخذ، لا لا مو ما تاخذ، هذا ايضا سوبر فود، هذا سوبر فود. الشمندر والزنجبيل، هذا يرفع نسبة الدم داخل جسمك، وهذا حق المناعة، يرفع المناعة بجسمك. مو تروح تاخذ لي فيتامين سي الفوار اللي يبيعونه بالجمعية، هذا يعطيه 20-0. خذ لك زنجبيل وخذ شمندر وادعي لي.